ينتظر أطفال سوريون لاجئون إلى الأردن بحماسة شديدة بدء عرض فيلم رسوم متحركة في صالة سينما صغيرة افتتحتها منظمة لوميير الفرنسية في مخيم الزعتري. هؤلاء الأطفال يدخلون للمرة الأولى في حياتهم إلى السينما. أول مرة بادي على السينما وغيرت حياتي السينما، بادي مع صاحباتي بكايف نوكل فشار وكولا. وتعود فكرة إقامة صالة السينما إلى ما قبل عامين عندما زار سينمائيون فرنسيون المخيم من أجل تصوير فيلم، فقرروا فتح صندوق تبرعات لجمع الأموال اللازمة لإقامة هذا المشروع. قبل عامين جئت إلى هنا لتصوير أحد أفلامي، وعندما تجولنا في المخيم مع الفريق تأثرنا كثيرا بما رأيناه وبالأطفال، وجاءتنا فكرة أن نقدم لهم سينما في المخيم، وها هي الآن. يستضيف الأردن نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,300,000 سوري.